اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي بدناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. احد متابعي القناه كلمني اني راح احد المراكز الطبيه اللي هي الخاصه بالتخسيس ويكلموه عن ابر تذويب الدهون الا وهي ابر الكبله. ابر تذويب الدهون اكتشفت في ايطاليا اول مره في الثمانينات وانتشرت بعد كده لامريكا الجنوبيه وبعد كده انتشرت لجميع انحاء العالم. وبدا الترويج ليها كبديل غير جراحي لعمليات شفط الدهون وكاحد افضل الحلول الموجوده على ساحه الطب كحل غير جراحي شديد الفاعليه، حيث لاحظ 70% من مستخدميها ان حصل تحسن جيد في الشكل. في الفيديو ده يا جماعة هنعرف ايه هي حقن تذويب الدهون المسماة باسم كيبيلا، وهنعرف كل الحقائق والاسرار والفعالية بتاعتها ومناسبة لمين ومش مناسبة لمين، اثارها الجانبية، موانع استعمالها، من الاخر كل التفاصيل هنعرفها في الفيديو ده، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي حقن كيبيلا لتذويب الدهون؟ ده عقار يا جماعه او دواء طوره خبراء في جامعه تكساس وتم الموافقه عليه من الاف دي اي في شهر 3 2015. في اسماء تجاريه اخرى يا جماعه بنفس الماده ولكنها مش مرخصه من الاف دي اي، زي مثلا دواء بالكيرا. الحقن دي يا جماعه معتمده من وكاله الصحه الكنديه. في دواء اسمه اكواليكس، ده غير معتمد من الاف دي اي ولكنه موجود بس في بعض البلدان بتاعت اوروبا. في دواء تاني يحتوي نفس الماده الفعاله اسمها جيوليزيس. حقنه الكيبيلا طيب اللي هي المشهوره والمرخصه من الاف دي اي ومنظمه الصحه العالميه، دي عباره عن سرنجه فيها 2 مللي من الماده الفعاله. الماده الفعاله هي ايه؟ عباره عن 20 مللي جرام ماده الديوكسيكوليك اسيد، حمض الديوكسيكوليك. المواد غير الفعاله اللي موجوده كحول بنزيلي 18 مللي جرام، فوسفيت الصوديوم ثنائي القاعده بنسبه 2.84% مللي جرام، كلورايد الصوديوم بنسبه 8.76% مللي جرام، وهيدروكسيد الصوديوم بنسبه 2.86% مللي جرام. ودول يا جماعه المكونات دي محطوطه كلها عشان تضبط الاس الهيدروجيني او البي اتش عند 8.3. طيب يا دكتور، المراكز الطبية بتستخدمها كتير، ايه هو الاستخدام الطبي المصرح؟ ده يعتبر يا جماعة الحقنة دي تعتبر احد اهم ادوات التجميل الفعالة لازالة الدقن المزدوج، وده بموافقة منظمة الصحة العالمية World Health Organization. دي حالة بتكون فيها رقبة الشخص ممتلئة جدا يا جماعة لدرجة بتتشكل دقن تانية اسفل الدقن الاصلية. شكل الدقن عند الرجل بتبقى غير جذاب وتعطي الرقبة ضخامه غير مستحبه بتؤثر على الشكل العام لدرجه ان هي ممكن تسبب لصاحبها الضيق والحرج. هذه المشكله اللي بنسميها اللغد او اللغلوغ من المشاكل التي اسيء فهمها بان السمنه هي السبب الرئيسي ليها، لكنها عباره عن جيب دهني تحت الدقن يا جماعه وتحت شكل الفك السفلي، او تعتبر تجمع كبير للخلايا الدهنيه لاسباب كتيره منها اسباب جينيه وراثيه، يعني احد الابوين او كلاهما عنده مشكله اللغد او اللغلوغ او الدقن المزدوجه. لذلك نلاقي يا جماعه المشكله مش مشكله سمنه، لدرجه ان احنا ممكن نلاقي الدقن المزدوجه دي عند ناس وزنهم مثالي، وده بيبقى نتيجه سوء توزيع الدهون في الجسم. ممكن يجي نتيجه ترهل عضلات جلد الدقن بسبب السن، او واحد كان وزنه كبير وفقد الوزن بسرعه. كمان بتيجي نتيجة أعراض الشيخوخة، بتيجي نتيجة التدخين، بتيجي نتيجة عادات الأكل، التعرض المستمر للشمس، شكل الجسم وهيئته. يعني تلاقي فيه واحد يا جماعة طول النهار تاني رقبته كده وحاطط ماسك في الموبايل والوضع ده باستمرار، فدي ممكن تعمله الدقن المزدوجة. وخلي بالكو أنا قلت لكم إن هي جينية أو وراثية لو أحد الأبوين أو كلاهما عندهم الموضوع، ولكن نخلي بالك مفيش يا جماعة جينات للدقن المزدوجة، لكن هناك جينات مرتبطة بشكل العظام والقدرة على زيادة الوزن ومرونة الجلد وزيادة الدهون في منطقة الدقن. كمان يا جماعة من ضمن الأسباب بتاعت الدقن المزدوجة شكل الوجه، ودي حاجة لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها، لأن بعض الناس يا جماعة بيبقى عندهم شكل الوجه
بطريقة معينة تظهر الدقن المزدوجة بشكل أوضح من ناس تانية. كمان يا جماعة ضعف عضلات الفك، كمان يا جماعة عايز أقول لكم بيتوصل مع بعض الناس إن لو كمية صغيرة من الدهون الزائدة في منطقة الحلق العلوية بتخلق مظهر الدقن المزدوج. منظمة الصحة العالمية يا جماعة World Health Organization وافقت فقط على استخدامها تحت الدقن، وقالت إن هي مناسبة للأشخاص اللي عندهم رواسب دهنية من صغيرة أو متوسطة، ورغم ذلك يقال إن هي مفيدة في علاج الأكياس الدهنية الموجودة تحت الجلد اللي بنسميها الليبوماز. تجرى دراسة حاليا لتأثير هذه المادة في منطقة دهون الصدر الأمامية اللي عند خاصة بتضايق موضوع الرجالة، ودهون الركبتين العلوية، وبعض المراكز بتستخدمها في منطقة المعدة والفخدين والدرعين. طيب يا جماعة طريقة عمل هذه الحقن، الحقن دي بتحتوي مادة اسمها حمض الديوكسيكوليك، دي مادة بيقوم الجسم بإنتاجها طبيعيا لأنها أحد مكونات الصفرة الموجودة في الجسم البشري، وده عبارة عن سائل يا جماعة اللي ما يعرفوش بيفرزه الكبد، بيخزن في المرارة عشان يهضم الدهون في الأمعاء في عملية تعرف باسم استحلاب الدهون. الحقنة دي بالمادة دي بتعمل على تعطيل غشاء الخلية الدهنية وبالتالي إذابتها وإسالتها وموتها، وبعد كده يمتصها الجسم أو يتخلص منها مع بقية السوائل الزايدة أو غيرها من أنسجة الجسم من خلال الجهاز الليمفاوي. طب ما الذي يجب فعله قبل الحقن؟ قبل الدكتور ما يحقنك لازم يعملك اختبار حساسية، ولازم زيادتك قبل ما تتخلص من مشكلة اللغلوق عن طريق الحقن دي اللي هي إبر تزويب الدهون لازم تخس الأول، لازم التخلص من الوزن الزائد. كمان يا جماعة لازم تتأكد من عدم وجود مشكلة مرض أو عدوى في المنطقة اللي هيحقن فيها الدكتور، زي مشاكل في الغدة الدرقية مثلا، عندك مشاكل في البلع والتنفس. طيب طريقة الحقن إيه؟ أنا قلت لكم الحقنة فيها 2 ملي. الحقنة يا جماعة تتقسم على 10 حقن، يعني كل حقنة كل شكة هتاخد فيها 2 من 10 ملي، يبقى حقنة بتعطى في صورة 10 حقن فردية بحد أقصى 5 حقن، يعني 50 شكة في المنطقة في المرة الواحدة يا جماعة، متباعدة ما بين كل واحد والتاني، ما بين كل شكة والتانية يعني 1 سنتي. بيخلطوها أحيانا الدكاترة مع مخدر الليدوكاين في نفس الحقنة، أو يحط كريم تخدير موضعي مكان الحقن، وبعد كده بيحقن في نقاط مختلفة في منطقة المشكلة باستخدام تقنية المروحة. الشخص الواحد يا جماعة بيحتاج في المتوسط من 12 ل 20 شكة في الجلسة الواحدة، بتكرر مرة كل شهر لمدة 4 ل 6 جلسات. طبعا الشك يا جماعة بيتم بعد تطهير الرقبة واختيار الأماكن المكتظة بالخلايا الدهنية، وأحيانا بعض الأشخاص بياخدوا 50 شكة في الجلسة الواحدة. طب ازاي احضر المريض لعملية الحقن؟ اول حاجة بتروح مقابلة بس مع الدكتور، بيحدد لك نوع الجلد، كمية التجاعيد الموجودة، طبعا مفيش اي فحوصات مسبقة، فقط لو انت بتاخد ادوية سيولة هتتوقف عنها لمدة 5 ايام قبل العملية عشان ما يحصلش نزيف اثناء عملية الحقن. للرجال يا جماعة لازم يحلقوا المنطقة بتاعة الدقن كويس جدا، والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية لأن هي بتزود التهيج والتورم والالتهابات بعد عملية الحقن. طيب يا جماعة بعد الحقن إيه الأثار الجانبية اللي ممكن تحصل لك؟ هيحصل احمرار في الجلد، هيحصل كدمات، ممكن يحصل قرح مفتوحة، ثعلبة موضع الحقن تلاقي تساقط الشعر بتاع الدقن في الجزء اللي حقن فيه، ممكن يحصل حرق للجلد، تورم، ألم وتخدير. أحيانا المادة دي بترفع ضغط الدم، بتعمل تلف وموت خلايا الأنسجة حوالين موضع الحقن في حاجة في الطب بنسميها النخر. طب إيه اللي يجب التوصية بيه بعد الحقن؟ بنحط كمادات تلج، بنوصف مضادات هستامين، بنوصف مسكنات للألم، أحيانا بنعمل أربطة للدقن للسيطرة على موضوع التورم. ينصح بعدم تدليك الدقن أو استخدام أدوية الوجه أو تقشير الكيمياء لمدة 2 أسبوع على الأقل. بنقول للراجل اللي عمل الحقن ده بينام في وضعية الجلوس، ويتجنب ان هو يشد الرقبة، يتجنب أشعة الشمس والحرارة المرتفعة لأن زي الساونا مثلا، لأن الحاجات دي بتزود الالتهاب، عدم ممارسة الأنشطة الشاقة أو الرياضة لمدة 2 أسبوع. طيب يا جماعة ايه هي موانع الاستعمال؟ الحمل، الرضاعة، مرضى السكر والقلب والكلى، الأطفال أقل من 18 سنة، لأن خلايا الجلد يا جماعة بتستمر في النمو وتصل لأقصى نمو ليها بعد البلوغ، الناس اللي عندها اعتلال العقد الليمفاوية العنقية، الناس اللي عندها اضطرابات في الجهاز التنفسي، المرضى يا جماعة المسنين اللي هم فوق 60 سنة، مرضى السمنة المفرطة وزيادة الوزن البي ام اي أو مؤشر كتلة الجسم أعلى من 25،
دول يا جماعه الانسب ليهم يبقى شفط الدهون افضل، وهحط لكم لينك علشان تعرفوا تفاصيل عمليه شفط الدهون اسفل الفيديو اللي انتم بتشوفوه دلوقتي. طب دكتور ايه المحاذير والاحتياطات لو انا هعمل تقنيه الحقن بابر تذويب الدهون؟ لازم يا جماعه نتجنب الحقن بالقرب من منطقه العصب الفك السفلي الهامشي، وده فرع حركي يا جماعه من العصب الوجهي، وتظهر اصابته على شكل ان الانسان يبتسم ابتسامه غير متناظره. ده يبان ان هو كده اصابه الدكتور اثناء الشكه بتاعه الحقنه نتيجه شلل جزئي في عضلات الشفه الخافضه. كمان يا جماعه نتجنب الحقن في العضلات والغدد اللعابيه والغدد والعقد الليمفاويه، وكمان اتجنب اصابه الشريان او الوريد لان ساعتها تؤدي الى تلفه. طيب النتائج بتاعه الحقن دي يا جماعه بتظهر بعد قد ايه؟ بعد الجلسه الثانيه او الثالثه، لان الجسم طبعا بيحتاج فتره يتخلص فيها من الدهون اللي دوبها اللي في المنطقه. السعر بتاعها يا جماعه بيختلف من مركز لمركز تاني، وبيختلف من مكان لمكان، من دوله لدوله، بيعتمد كمان التكلفه بتاعتها على المنطقه المراد ازاله الدهون فيها وعدد الجلسات المطلوبه، وده بيعتمد على نوع البشره، يعني بعض انواع البشره بتبقى اكثر عرضه لتخزين الدهون وبتتطلب عده جلسات عن انواع بشره تانيه، كمان عدد رواسب الدهون في البشره واستجابه الخلايا. طب يا دكتور ايه رايك في حقن كيبيلا؟ اول حاجه عشان محدش يضحك عليكم، الحقن دي يا جماعه بيقولوا عليها حقن تذويب الدهون، ولكن ليست بديلا عن التغيرات الضروريه في نمط حياتك علشان تحافظ على وزن مثالي، ليست علاج مساعد للتخلص من الوزن الزائد، فقط بتقضي على الدهون في مناطق محدده وصغيره. عشان تحصل على نتائج فعاله لازم يكون الجسم قريب من الوزن المثالي، يعني ما يزيدش عن الوزن المثالي حوالي 6 كيلو ونص، والدهون السطحيه ما تزيدش عن 3 سم. النتائج اي نعم بتدوم لاكثر من 5 سنوات، ولكنها برضو متوقفه على النظام الغذائي الصحي للشخص بعد ما تخلص عمليه الحقن. للاسف يا جماعه هناك مخاطر كثيره، من ضمنها مشاكل العصب الوجهي اللي هو المارجنال مانديبولار نيرف، ده المسؤول ممكن يحصل من الحقن شلل لعضلات الوجه وعدم القدره على تحريكها لو اتصاب. كمان العصب ده بيغذي عضلات الوجه المسؤوله عن تعبيرات الوجه اللي هي زي الابتسامه او العبوس. احيانا بيحصل تيبس للخلايا الدهنيه مكان الحقن، وده بيؤدي الى تورم الرقبه. كمان يا جماعه هذه التقنيه لا تساعد على شد الجلد في الرقبه، هي هتترك المكان، هتاخد لك منه الدهون هتدوبها اللي هو في اللغد، وهتسيب المكان مترهل، وبالتالي انت هتحتاج لوسيله لشد الجلد بعدها. ده غير ان هي مرتفعه التكلفه، يعني عشان تخلص من عمليه اللغد دي محتاج مثلا من $300 ل $800 على حسب المتاح. لا تنسى كمان الفتاه الاستراليه اللي عندها 19 سنه اللي خضعت لحقن الكيبيلا وتحول وجهها لشكل مربع ونشرت قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا انصح بها واقول تجنبوا هذا الدواء بدلا من حل مشكله بسيطه بمشكله اكبر، خاصه ان هي بس فعاله لنحت الجسم ولكنها ليست علاجا لفقدان الوزن. لذلك يا جماعه بقول احذروا الدعايه المضلله للادويه، فالادويه ليست للدعايه بل للتوعيه. الأدوية ليست للاستخدام العشوائي بل للاستخدام الطارئ. من يظن أن تناوله لأي دواء هيعدي على جسمه خلاص فأنت محتاج تراجع نفسك. الأدوية ليست للاستخدام الترفيهي والتجميلي. رسالتي توعية صحية شاملة وتغيير وعي العالم تجاه الصحة والتوعية السليمة لكل الناس حفاظا على صحتهم وحمايتهم من الاستغلال. لا تنسوا متابعتي على وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في لوجو القناة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. شكرا ليكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.